طيب خلينا نروح ايضا لواحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقه، وصغير صغير سنا ولكن كبير مقاما الحقيقه، وهو المدير الفني الكبير كابتن احمد سامي مع المدير الفني لنادي سموحه. كابتن احمد سامي ازي حضرتك؟ لا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، وعقبال 100 سنه، ويعني دايما نشوفك على خير ودايما سعيد وفرحان ومبسوط. سامي، عايز اسالك عن منتخب مصر الاول. ايه اللي حصل قبل بس ما اتكلم عن منتخب مصر؟ لانه انا المباراه بتاعت فيوتشر الاخيره امام سموحه اتفرجت على 10 دقايق ربع ساعه اللي هي الاخيره. انا حتى لما كنت بتكلم كنت بقول ان انتوا ضيعتوا في ال 10 دقايق اللي انا شفتهم دول 3 اهداف. الكره اللي جت في العارضه بتاعت مروان ورجعت لحارس المرمى بتاع فيوتشر، وبعدها كره ثانيه لمروان. ده فرص كتير في الماتش في ال 10 دقايق. انا ما اعرفش الماتش كله، ما اتفرجتش عليه كله، لكن ال 10 دقايق دول ايه اللي حصل في هذه المباراه يا كابتن احمد؟ هو ما كانش يومنا في الماتش ده، وكنا برضو ضيعنا فرصه اول 10 دقائق من على خط الجول، الجول فاضي. كان نادي فيوتشر برضو فرقه كبيره، لعيبه امكانيات كبيره جدا، احنا ضيعنا فرص، وكان لعيبه اغلب اللعيبه ما كانش في يومها، وده وارد بتحصل في جميع الانديه. بس الحمد لله يعني الفتره الجايه ربنا يسهل الدنيا تبقى احسن يعني. بعدها على طول كسبت دمنهور في الكاس على ما اتذكر. مظبوط؟ مظبوط. طيب خلينا نروح ليوم الجمعه يا كابتن احمد. يوم الجمعه مباراه مهمه جدا، الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني في مثل هذه المباراه. من وجهه نظرك الاول، وانا هنا مش عايز اتكلم عن قائمه واختيارات قائمه والكلام ده، ولكن انا بتكلم بشكل عام، كيف ترى كارلوس كيروش واختياراته من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري يعني مستر كيروش مدرب كبير وعمل حاجات كويسه مع المنتخب، انا شايفها جدا، وعلى حتى المستوى الخططي بقى فيه شكل للمنتخب، شكل خططي للمنتخب، طريقه بالمنتخب بيلعب بيها ثابته، افكاره عايز يطبقها. طبعا خدت وقت منه، وبس احنا برضو شفنا الفرق كانت متماسكه دفاعيا بشكل كبير جدا، وكان بيعتمد على التحولات الدفاعيه، التحولات الهجوميه في بطوله امم افريقيا. لكن انا من وجهه نظري الشخصيه يعني ان زي ما انت عامل حساب كبير جدا للسنغال، السنغال عامل حساب كبير، خصوصا ان السنغال يعني حتى في الماتش اللي انت لعبتها فرقه عندها مقاومات وقدرات فرديه وجماعيه قويه جدا، ولاعيبه بتلعب في احسن انديه، وعندهم كميه لعيبه، مش لعيب او اثنين، عندهم كميه لعيبه محترفه، بس هم عاملين حسابك بشكل كبير. وخصوصا ان برضه في النهائي هو ما كانش وان سايد جيم للسنغال ولا حاجه، احنا هم برضه كسبونا بالبنالتيات في الاخر. فيعني انا قصدي ان زي ما انت عامل لهم حساب بشكل كبير، هم عاملين لك حساب. هو ماتش بيخضك على حاله اللعيبه، حاله الجهاز الفني وقتها، هتقدر يعني تديك انطباع. لكن هو احنا اللي عايزين نقوله، احنا المفروض يبقى في دعم بشكل كبير جدا، مش دعم 90 دقيقه زي ما انت قلت او كده، لا دعم على طول بعد حتى الماتش ماتشين بشكل كبير جدا. وانا من وجهه نظري الشخصيه ان فرصتك مش قليله، انت تتاهل كاس العالم، فرصتك برضو نسبتها متساويه مع نسبه السنغال، انا من وجهه نظري الشخصيه. بس هو القصه كلها الناس فاكره او عندها افكار، الناس الجمهور العادي فاكر ان طبعا الماتش هيبقى على ارضك وانت تلعب بقى جيم مفتوح وتهاجم وتضغط والكلام ده. انا بكلمك اللغه اللي الناس ده انا بسمع ارقام يا احمد، يعني ايه ان بيكسب، عايزين نكسب 2 و3 يعني. يعني ما فيش حاجه بعيده عن ربنا طبعا طبعا، لكن انا بتكلم فنيا بقى. احنا بنتكلم على الورق. انت خلي بالك السيناريو بتاع الماتش اللي على ارضك هو يشابه بنسبه كبيره السيناريو اللي هتلعبه في السنغال. برافو عليك، صح. فحته صح. التوازن الدفاعي والهجومي ده مهمه جدا. حته الجمهور هيمثل ضغط عليك بشكل كبير، التزامك الخططي هو ده اللي هينجحك. لكن الاندفاع من غير ويتفضي مساحات، عندهم قدرات فرديه في الهجمات المرتده مش طبيعيه، فتقدروا يستغلوك في ظهرك بشكل كبير جدا. فانا عايز اقول لك ان من الشكل الخططي بتاعك هو هيبقى مشابه للشكل الخططي في السنغال. مهما كانت النتيجه يا كابتن. نعم، مهما كانت النتيجه في مصر يعني.
مهما كانت النتيجه في مصر والنتيجه في وانت ازاي هتضغط في مصر؟ ما هي القصه كلها ضغطك ازاي على السنغال. بصراحه لا يكون في عون المدربين يعني عارف يعني انا بقعد افكر كده، هو يوم الجمعه انا عايز اجيب جون وفي نفس الوقت ما يخشش فيها جون، وبلاعب فريق من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا، التوازن ده صعب يعني مش صعب لكن يعني يتعمل ازاي يعني؟ لا ما هو في حاجه اسمها انت هتعمل ايه؟ انت مجهز سيناريو للماتش، وسيناريو الماتش ده مش سيناريو 90 دقيقه، سيناريو ربع ساعه، في ربع ساعه، في 45 دقيقه، في 80 دقيقه، يعني السيناريو بيبقى انت ازاي بقى هتضغط؟ ما هو القصه كلها ضغطك ازاي؟ لو انت ضغطك متقدم هيبقى وقته قد ايه؟ لانك انت مش هتقدر تعمل ضغط متقدم فترات كبيره. صح. طيب انت ضغطك بالثلاث خطوط ولا هتعمل خطين ديلي وخط واحد هيضغط وتستنى عشان لو حصل الضغط اللي قدام ده اتضرب يبقى في خطين يحموك. طب انت كمان هتضغط بمجموعات ضغط ولا بخطوط؟ فالقصه كلها على حسب مستر كروس. كروس مدرب كبير ويعني يعلم اللي انا بقوله ده، لان كل المدربين الاجانب الكبار بيفهموا القصه دي. انا عايز اقول لك يعني انت مطالب ان انت تدعم المنتخب وما تتفلسفش وتنظر على المنتخب. ايوه. لان ايوه لكن الفلسفه والتنظير واحنا نكسب ثلاثه المفروض وفرق ثلاثه وفرق اثنين، لا انا عايز اقول لك ان الماتش هيبقى هنا زي هناك. هنا زي هناك، يعني انت هناك برضو هم مش سهل يكسبوك، هيعملوا ضغط متقدم، عندك سرعات برضو تضربهم في مساحات بضهرهم، يعني قصدي ايه؟ هيبقى في توازن من الفرقتين، هيبقى ماتش يعني انت شايف 50 50 الماتش. حسابات، هيبقى حسابات كبيره جدا للمدربين، والحسابات الكبيره جدا على المدربين هتنعكس على اللعيبه والتزامها الخططي. لكن يعني انا شايف ان بنيجي ان ربنا يكون معانا، اللعيبه بتكون في حالتها. أيوة. اهم حاجه اللعيبه تكون في حالتها وان شاء الله نعمل نتيجه تخلينا مطمئنين. لكن اي نتيجه هتعملها مش هتبقى مطمئن برضه. ما انا كنت هسالك عن النتيجه، هل هدف واحد يكفي؟ يعني لو كابتن احمد سامي هو المدير الفني بالنسبه له في مباراه زي دي، هدف واحد في مرمى منتخب السنغال يكفي ان انت تروح تلعبه هناك بهذا الهدف؟ افرض تعادلت. يعني ايه المشكله برضه؟ ايوه انت عندك ماتش 90 دقيقه هناك برضه. ايوه. فممكن تجيب جون هناك. يحصل توتر عندهم، تقدر يعني قصدي عايز اقول لك حته على ارضي وعلى ارضك انتهت الموضوع برضه. يعني ما بقاش زي الاول. فيعني الحسابات وال كلام الجمهور هيمثل ضغط وكل حاجه. لكن في نفس الوقت اول ما الماتش بيشتغل، وانت كنت لعيب كبير ودولي وعارف ان اول ما الماتش بيشتغل خلاص الموضوع بتبقى فيه بقى الحسابات المدربين وحسابات اللعيبه، وانت بتلاعب لعيب ازاي. وخلي بالك حته تحليل الاداء واللعيب، انت لعبت السنغال قبل كده واللعيب اللي لعب قدامك هتبقى انت عارفه. أيوة. وطريقه لعبه ازاي وسرعاته ازاي، وانت عملت فرق في المساحات قد ايه، وهتقدر تقابله ازاي. يعني هتبقى الموضوع برضو بالنسبه للعيبه اسهل من انت ما تكونش لعبتهم قبل كده. فانت الخطه خدتها خلاص يعني. وبعدين ده ما كانش من بعيد، ده من شهر ونص تقريبا. بالظبط. فهم اللعيبه يعني مش هيجيبوا لعيبه جديده، يعني هم اللعيبه بتاع السنغال. فانا قصدي ان انت مطالب النقاط، مطالب الجمهور ان هو يدعم المنتخب بشكل كبير. وانا من وجهه نظري اقول لك حاجه يا اسلام، ويمكن يعني هتبقى يعني غريبه شويه، يعني انا من وجهه نظري بغض النظر عن نتيجه الماتش، وصلنا كاس عالم او وصلناش كاس عالم، مستر كروش يفضل موجود. والله؟ والله. يعني انت بتتكلم هنا عن مشروع متكامل مع هذا الرجل. لا الراجل ده انا شغلتي واقدر اعرف الراجل ده بيعمل حاجات كويسه كتير جدا. يمكن حته الجمهور بيحب الكره الحلوه والجميله والكلام ده، بس الكلام ده ما بقاش موجود. يعني ايه ما بقاش موجود خالص؟ يعني ايه لازم يعني حته انت اداء ونتيجه دي بتيجي فترات، لكن لو انت صبرت على المستر كروش وخليته موجود وبتاع هيعمل لك جيل كويس جدا وهيطلع لك لعيبه، لانك انت عندك لعيبه. خلي بالك عندك موجود اللعيبه اللي موجوده منتخب مصر، وفي منتخب اولمبي، وفي منتخب، يعني عندك لعيبه ممكن يطلع منها حاجه. فانا من وجهه نظري احنا في ضغط على اللعيبه وكل حاجه ان احنا عايزين نوصل كاس عالم ونستنى نوصل كاس عالم، بس انت في الاخر ما تتعاملش بالقطعة، لأن التعامل بالقطعة في أي مجال ده قمة الفشل.
صعب جدا. طيب طبعا. على الجانب الاخر يا كابتن، لو حضرتك شايف او انت اللي بتلعب هذه المباراه كمدير فني، هتختار مين؟ يعني هل هتبدا بالشناوي ولا هتبدا بابو جبل؟ بالنسبه لك عمر كمال لما يلعب باك رايت، هل عمر كمال في مثل هذه المباريات كباك رايت ما بيلعبهاش بقى، يعني مش شغلته الاساسيه ان هو بيلعب باك رايت، ولكن هو في الفتره الاخيره بيلعب باك رايت، عمر جابر اللي موجود مكانه، يعني تفكر في الموضوع ازاي؟ يعني ما فيش حاجه اسمها، يعني انا برضو انا مش عايز اقول تشكيل، اصل انا من وجهه نظري برضو هو مستر كلوش، انا مش عايز امثل ضغط على اللعيبه ان انا اخترت لعيب معين وهو المفروض كان هيلاعب لعيب معين، فيبتدي يتقال ان مثلا ان انا يعني ايه اللعيبه، خلي بالك بتتفرج طبعا طبعا. انا 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 يعني انا داعم للفرقه بشكل باي خط باي حد باي حد اي 11 يلعبوا، يعني اي 11 يلعب، لكن انا في نفس الوقت بقول لك هي منظومه، ما فيش حاجه اسمها ان ده بيدافع كويس وده بيهاجم كويس، هي الخط منظومه دفاعيه بتاعت الخط ومنظومه دفاعيه بتاعت الفرقه ككل. انت خصوصا بتلعب بثلاثه ديفندر، حتى عمر كمان لو لعب باك رايت هتبقى حاجه كويسه برضه، لانه من الناحيه الهجوميه سريع بشكل كبير جدا وبيقدر يعمل التحولات بشكل كبير وفي نفس الوقت بيلعب عليه واحد سريع فيقدر يقفل معاه. بيلعب بثلاثه ديفندر هيحصل كفر من الديفندر الثالث دي ناحيه الجبهه دي، فانا قصدي ان هي منظومه دفاعيه، ما فيش حاجه اسمها واحد بيدافع قوي قوي وما بيعرفش يهاجم. واحد بيهاجم كويس قوي وما بيعرفش يدافع، دي بتبقى حاجه وحشه في الكوره. طيب. لكن انا مش شايف ان يعني ان اللعيبه مستر كروش مش هيغير كتير عن الشكل اللي كان موجود في الـ في الـ في امم افريقيا. طيب كابتن. هو اللي كان بادئ امم افريقيا. كابتن سامي، المباراه دي بالنسبه لك 90 دقيقة ولا 180 دقيقة؟ يعني هو بيفكر في المباراة اللي جاية بس ولا في المباراة القادمة كمان اللي هي يوم الثلاثاء؟ هو بيفكر المباراة، طبعا بيفكر على 180 دقيقة، بس هي ما تتاخدش كده بالنسبة لنا. أيوة. كمدربين باكج كده. الوان بيفكر في ال 90 دقيقة الأولانية هيعمل فيها إيه؟ لأن تقسيمة ال 90 دقيقة فيها تفاصيل كتير قوي يا كابتن إسلام. تفاصيل كتير قوي. يعني معنى كلامك ده ان هو بيفكر في 90 دقيقه اللي جايه بس الاول، وبعد كده يحلها الاول او بعد كده طبعا بيبقى فيه افكار مختلفه. اوكي. على حسب نتيجه الماتش ده. لان هو إيه؟ طب افرض انت يعني ايه انت كسبان، هيبقى انت افكارك زي ما انت مثلا خسران الماتش اللي على ارضك؟ لا، هتبقى افكار مختلفه. ايوه. قصدي اولا لازم الفكر الاول يتحدد في 90 دقيقة دي أنا هعمل إيه؟ وبناءً عليه هعمل إيه في 90 دقيقة الماتش السوداني. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يا كابتن سامي، أنا بشكرك شكراً جزيلاً. لا بس أنا عايز أقول لك حاجة يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. يعني برضو أنا عايز أقول كلمة أخيرة. يا رب اتفضل. إحنا بندعم وكل حاجة، بس مش نهاية العالم إن إحنا نوصل كأس عالم، ومش نهاية العالم إن إحنا ما نوصلش كأس عالم. أنا برضو لازم تحط الحتة دي بين قوسين، مش نهاية العالم في أي حاجة. لأن دي كلها احنا هتبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا نروح كاس العالم، وهتبقى حاجه مش كويسه ان احنا ما نوصلش كاس العالم، بس مش نهايه العالم يعني. يعني انت بالنسبه لك مش مهم توصل، او يعني بالنسبه لك ان انت تكمل إن المشروع. مهم ان انا اوصل جدا، وحاجه تفرحنا كلنا كشعب مصر وكل مهتمين بالكوره. وبرضه هنزعل لو احنا ما وصلناش، بس مش نهايه العالم يعني، مش القصه مش تهد نفكر في اللي جاي بقى المعبد كله. صح صح، نفكر في اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نادي سموحه.